شي واحد هو ياخذ ديبلوم لا ياسين مبروك الفوز ديالك بلقب ماستر شيف جونيور. شنو الاحساس ديالك من بعد الفوز وشنو تبغي تقول لنا التجربه ديالك في ماستر شيف كي دازت؟ اولا الحمد لله ان التجربه ديال ماستر شيف كامله من البخايم ان حتى البخايم فينال كللت بالنجاح والفوز جا هو ثمره من واحد الشجره انا هي هذيك الشجره والفوز هي هذيك الثمره والناس اللي كانوا كيعاونوني هما الناس اللي كيسقيو ديك الشجره باش طلعت وتمرت لينا وهذا الفوز جا بعد واحد التضافر ديال واحد الجهود اللي داموا بزاف ديال الوقت والحمد لله ربي ما خيبنيش وقدرت نوصل داكشي اللي بغيت الحمد لله استطعنا ما بين نوفقوا ما بين مسابقه ماستر شيف جونيور وكذلك ما بين القرايه ديالنا ما بين كاع الانشطه اللي كنمارسوها الحمد لله وقدرنا نوفقوا بيناتها كاين شويه يعني واحد يعني نقدروا نقولوا انه حد انفعال مي الحمد لله في الاخير كنقدروا نوفقوا ما بيناتنا وكنشاهدوا وكنحطوا خدمه مزيانه ما كان حنا كندوزوا الكاستين نقدر نقول انه على الله واذا تقدروا نتقبلوا تقدروا ما نتقبلوش الحمد لله كنت من المحظوظين انني تقبلت في المسابقه كان عندي بعض يعني بعض الافكار وبعض يعني كنعرف دي كلكو زانفورماسيون دي زونسينمون على لا كويزين كنعرف شي حوايج مي ماشي بدا هذاك لو نيفو اللي بينت ماستر شيف وبحال هكا كملت بالمعلومات اللي عندي بالمعلومات اللي عند كلشي وكيعطيوهم ليا كيفيدوني باش انا وصلت للقب وما ننساش ان يعني لي غومارك اللي كيعطيونا لي شيف في لي ميسيون حتى هما كيعاونونا اكتشفتي انت في اناسين اكتشفتي انك عندك موهبه في الطبخ وعرفتي بلي كتبغي تدوز وقت في الكوزينه كتبغي تطيب صراحة ما عنديش وقت محدد يعني ما عنديش وقت يعني قلت انا غنبدا فيه يعني داكشي جا سبونتانيمون تلقائيا يعني بديتو غير مع راسي انا كندخل مع ماما لا كويزين وكلشي مي باش انا يعني كاع نوصل لواحد المرتبه اللي هي انني نفوز بمسابقه كتحمل اسم ضخم بحال ماستر شيف ما كنتش كنتوقع شنو الخطط ديالك من بعد فوز بلقب ماستر شيف جونيور نقدر نفكر في شي حوايج نقدر نفكر في شي يعني شي افكار بخصوص الطبخ مثلا دي زاتولي دي فيديو ديال الطبخ مع دي شيف نقدر ندير اون بيتيت ايميسيون يعني كلشي ممكن وان شاء الله نكمل في مسيره ديال الطبخ ونبقى على تواصل دائم مع المتابعين صراحه حنا كنحسبوا لا شيف اون سول بيرسون يعني اللي كيعطي اون رمارك فهي في الاصل كتفيدنا يعني حنا ما كنديوش على شكون اللي كيعطي لا غومارك حنا كنديو على لا غومارك كيفاش حنا غنخدموا بها الحمد لله انا عندي بزاف ديال الاحلام نقدر علاش لا اللي ما نوفقش ما بين مجالين اللي هما مجال الطبخ مثلا ومجال الطب مثلا او مجال الهندسه يعني انا بغيت نمشي لهذاك لا سبيسياليتي اللي بغيتها ولكن يعني ويعني في نفس الوقت نكون انا كنميل للهوايه اللي عزيزه عليا بزاف اللي هي الطبخ شنو تبغي تقول للمغاربه كاملين اللي تفرجوا فيك واللي دعموك واللي كانوا واثقين في انك غادي تربح باللقب الدعم السند ديالنا وديال المشاركين كلهم هو المغاربه اللي كيتابعونا حنا كنشوفوا الملاحظات اللي سلبيه كنحاولوا نحسنوا منها والايجابيه كنستمروا فيها يعني كاع اللي شجعونا ودعمونا ودعموني خصيصا باش انا وصلت لهذه المرتبه وهذا اللقب وكما قلت وصلت حصدت هذيك التمره اللي كنت كنزرع فيها حتى هما كانوا عندهم سبب الطاقم التقني حتى هو كان كيعاوننا يعني كيعطينا ما كيخليناش ناقصين من داك الشعور الزوين اللي حنا في ليميسيون داخل يعني حتى هما ما كيخليوش ناقصين من الحنان ديالهم حتى هما وحنا كندوك حنا كنطيبوا تما في ليميسيون الحمد لله قدرنا نكملوا داكشي اللي بغينا